طلعت في الهضره تخبي لي ورا الكاميرا وتقول لي انا وطني. باش وطني اجي نعاين نعاير دنيا فيلارين بين عليها الوطنيه. الوطنيه افعال وليست اقوال. ماشي تخبي لي ورا الكاميرا اه دنيا الفيلالي دارت. دنيا الفيلالي راه وطنيه ومغربيه اكثر منكم اكثر منكم، وانا تنعرفها شخصيا. على الدنيا الفيلالي ما يطلع هادي مشتياش الهيني هذاك ابو وائل ولا ابو حمار اللي طالع خدام تيقول لها جدك مشى طاح مع امك. ما شدتشكش هنا الغيره وتقولش هاد البعار هذا راه القيم ديال المجتمع كتمشي وتقول لي حشومه طلع تقول هادي مشتياش مشتياش. مي تيكتب هذاك ابو وائل والصحفيه المبجله القواد الدرابكي وهادي مشتيش التشهير انت مشتيش. حنا كنديرو غير رده الفعل حبيبي، حنا كنديرو رده الفعل. سلام مرحبا بكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم خير. اليوم ان شاء الله في الحلقه غتكون حلقه مهمه ومهمه جدا وموضوع يحز في خاطري. واش هاد المملكه المغربيه ولا الدوله المغربيه اللي كيقولوا عليها دوله الحق والقانون ديرنيغمون ولا كيبان ليا فقط الترهيب والقمع، واللي تكلم غادي ندخلوه السجن غنرفعوا به دعوه وغندخلوه السجن. والناس اللي كنسميوهم انهم ينوضوا يتكلموا باسمنا حنا الشعب، ما من جمعيات ولا محامين ولا معارضين ولا مثقفين ولا الناس اللي كيطالبوا بحقوق الانسان، المشكل حتى هادو ولاو اكبر مطبلين للفساد والمفسدين في المغرب. ولينا كنشوفوا حقوقيين كيخرجوا القنوات ديال التشهير ولا محاميين تيخرجوا كيقولوا واللي تكلم راه غادي نجيبو. مازال الناس في المغرب اللي تكلم كتدخلوا الحبس، دابا وليتو باغيين تحكموا حتى في الناس اللي خارج المغرب حتى هما باغيين تجيبوهم وتدخلوهم للسجون المغربيه. هادشي يا حسره كيخرج من فم محامين وحقوقيين يدعون الدفاع عن حقوق الانسان، اما المثقفين والناس اللي كاينين في المغرب ما بقيناش كنشوفوا الاصوات ديالهم. ما عرفتش فين غادي المملكه المغربيه بهذا القمع ديال الصحفيين ولا القمع ديال المؤثرين ولا القمع فقط ديال المغاربه اللي تيتكلموا ولا كينهضوا الفساد اللي كيقوم به بعض المفسدين ولا هاد المؤسسات. ما عمري ما شفت شي مؤسسات اللي كيتخلصوا من جيوبنا حنا وهما عندهم الفيلات وعندهم الديور وعندهم الثروات تاعهم ومن اغنى اغنياء العالم واللي كياخذوا لنا فلوسنا حنا. فاش كنوضوا ننتقدوهم على السيرفيس اللي كيتخلصوا من فلوسنا حنا كينوضوا كيرفعوا بينا دعوه باش يدخلونا حنا السجون المغربيه وتيطيحوا علينا شي تهم. مع منين جابوها اكثر ديال التهم كتكون تهم فيها الجنس البورنوغرافيا الى اخره. هادشي ماشي انا فقط اللي كنقولو، هادي لي زورغانيزم الكبار في العالم تيقولوا هادشي. اميسي انترناسيونال، هيومن رايت واتش في الاخر ديرنيغمون في الرابور اللي عطاتو على المغرب، دابا ديرنيغمون صحفيون بلا حدود الجورناليستون فرونتيير تما خرجوا التقرير ديالهم، والتقرير اللي الا قريتو غادي تعرفوا المعاناه اللي كيعيشها الشعب المغربي ولا اللي كيعيشها الصحفيين ولا الناس اللي كيتكلموا ولا الاقلام الحره في المغرب. وقلت لكم شحال هادي تسناو الرد اللي غادي يكون دولي. دابا هاد الناس هاد لي زورغانيزم اللي تيتكلموا فاش كيتكلموا كيكون الجواب ديالهم حتى هما مدعمين من جهه هذاك ولا كاينين مع البوليزاريو ولا جو سي با شنو تيقولوا لهم. كما كيقولوا هاد الناس المطبلين من صحفيين ولا محامين ولا حقوقيين ولا يوتيوبر اللي كيطبلوا لي الفساد والمفسدين في المغرب. غادي نقرا لكم التقرير اللي يلا خرج دابا هادي شي 3 ايام في صحفيين بلا حدود. هذيك النهار قريت لكم هيومن رايت واتش شنو قال، وبزاف ديال لي زورغانيزم انترناسيونال اللي تيتكلموا واللي سخطوا هاد العام ديال 2020 تفضحات القضيه ولا تفضح كيفاش دايره حقوق الانسان ولا سيرتو كيفاش دايره حريه الصحافه في المغرب ولا حريه الصحفيين المستقلين في المغرب، كيفاش كيضربوا فيهم، كيفاش كيتجيبوا وسائل اعلام كشوف تي في اللي كتشهر وكتضرب وما شنو تدير جميع انواع الضرب في حقوق الانسان امام مرأة ومسمع الحموشي وجهازه والاجهزه الاخرى، وحتى شي واحد ما تيتكلم.
كيفاش أمام مرأة ومسمع الحقوقيين والحموشي والجهاز ديال الإرهاب اللي رافع عليا دعوة قال لك أنا كباغا ندير الإرهاب في المغرب وأمن الدولة إلى آخره، واش ما كتشوفوش داكشي اللي تديروا شوف تي في باغ اكزومبل تحفة شحال هما كيديروا عليه تيديروا عليه لي فيديو تيديروا عليه البرامج كيطلعوا الناس كيضربوا في الوطنية ديالنا أنت خائن أنت خائنة أنت، واش ما كتشوفوش هادشي؟ واش داك المحامي اللي طلع كيقول غادي نجيبوهم من البلدان ديالهم واش ما كتشوفش هذا الضرب ديال الحقوق؟ كيف يؤتمن بعد هذا المحامي غادي نمشي وغادي نخليه انه يدافع عليا هو براسه يقدر يبيع الضمير ديالو بدرهمات باش يخدم محامي عند الدوله ولا محامي عند المخزن يضرب في حقوق الانسان؟ اين هو الضمير المهني؟ اين هو الضمير الانساني بعد لا ديال هاد المحامين لا ديال هاد الحقوقيين لا ديال هاد المطبلين كاملين لا ديال هاد الاعلام اللي كاين وكيضرب كيضربوا فقط المصالح ديالهم؟ دابا نتوما اللي ما غداش ما مشاش في المصالح ديالكم واللي جا فتحكم ولا اللي جا تكلم على الفساد والسرقه ونهب اموال الشعب ولا تكلم على شنو تديروا من المخابرات المغربيه، دابا المخابرات المغربيه ولا كلشي تيتكلم عليها والاساليب اللي تستعملها ماشي غير انا بوحدي، المخابرات المغربيه اللي رافعين بيا دعوه حيت فقط تكلمت ودرت اسئله وطرحت اسئله وقلت لكم بلي نتوما كتخلصوا من فلوسي انا والشعب المغربي، نوتو رفعتوا عليا دهوه وكديروا لي التشهير في المنابر الاعلاميه الى اخره، شكون اللي غادي يتحاسب مع هاد الناس؟ واش هاد الناس فوق القانون؟ واش انا لا جيت انتقدت شي مؤسسه انا غير وطنيه؟ هاد الناس فين غاديين بهادشي ديالهم؟ ديرنيامون غنقرا لكم دابا غادي نقرا لكم مراسلين بلا حدود سيروا عليهم تما قولوا لهم انفصاليين ولا قولوا عليهم جزائريين. دابا اثبتت لكم بلي انا ما عندي حتى شي حاجه ضد الجزائر وما عندي حتى شي حاجه معاها وحتى شي واحد ما في جزائري والشعب الجزائري بوحدو، وما عمري ما غنتكلم على الجزائر حيت انا ماشي جزائريه، ما غنتكلمش على لاشين ما بقيتش كنسكن فيها باش نتكلم عليها، ما غنتكلمش على شي دوله اخرى اللي غنمشي لها السياحه عام ولا عامين ولا 3 شهور ولا يومين، ما غاديش نتكلم عليها. دونك الناس اللي كيجيو بقاو يقولوا لي تكلمي على الجزائر تكلمي على لاشين تكلمي على الموزمبيق، هذيك ماشي بلاداتي انا البلد ديالي وهذوك ماشي البلدان ديالي انا، البلد ديالي هو المغرب، انا مواطنه مغربيه الحقوق ديالي كاينين في المغرب، الثروات انا عندي حق في دوك الثروات اللي في المغرب، عندي حق انني ننتقد المؤسسات، ما تبقاوش جوج تقولوا لي تكلمي على هذه تكلمي. سيروا نتوما هاد الناس اللي كيخليو لي هاد الميساجات سيروا باغ اكزومبل سياحه للموزمبيق دوزوا فيها عام ولا شهر ولا شهرين وتكلموا على الناس اللي في الموزمبيق تكلموا على الفساد ديالهم، انا غنتكلم على المغرب وغنتكلم على المؤسسات ديال المغرب اللي فقط انتقدتهم رفعوا بيا دعوه وباغين يحرموا علينا بلادنا. وغادي نقرا لكم مراسلون بلا حدود اللي كتبوا التقرير ماشي انا اللي قلتهم ولا ماشي هما تيخدموا عند الجزائريين ولا الانفصاليين ولا، وهاد الاساليب راه معروفه ومعروفه جدا كيديروها لاي واحد تكلم سواء كان صحفي سواء كان يوتيوبر سواء كان فقط مواطن عادي تكلم على الحق ديالو، كونوا متاكدين سيتم مزج به في السجون المغربيه ولا غادي تلفق ليه شي تهمه بحال معطي منجيب بحال مول الحانوت بحال مول الكاسكيطه بحال بزاف وبزاف حتى شحال ديال الامثله غنبقى نقول لكم، كاينين بزاف ديال الامثله سيغتو في ديرنيغمو ولا في 10 سنوات الاخيره، راه صافي هادشي راه ولا بالعلالي ولا صافي تيبان لك المصير ديالك، ولكن قبل تيكتبوا لك ابو وائل ولا تيكتبوا لك شوف تي في تيكتبوا لك في الجرائد من بعد عام ولا عامين بحال اللي داروا مع المعطي منجيب 3 سنين هادو ما تيقولوا لهم شوف راه غادي نشدوك بالبلانشيمون دارجون شدو بالبلانشيمون دارجون، تيكون المصير ديالك كاين ولا كيديروا لك الفساد ولا كيجيو لك شي صور بورنوغرافيا ولا شي فيديو اباحي نتايا كد بحال اللي طرا مع ابو 20 كيدير الجنس للجنس كيديروا هما تراديا وقال لك عطاو 15 عام ديال الحبس. يا سلام. دونك غادي نقرا لكم تلخيص ديال مراسلون بلا حدود اشنو تيقول الارتيكل. تيقول مراسلون بلا حدود تفضح اساليب المخابرات المغربيه لتشويه سمعه الصحفيين وتني مؤيديهم. دونك اشنو تيقول المقال؟ فضحت منظمه مراسلون بلا حدود في تقرير مصور
حتى نخلي لكم السورس في الكومونتير ولا في ديسكريبشن. اساليب المخابرات المغربيه لتشويه سمعه الصحفيين في المغرب والتضييق عليهم وتني مؤيديهم من دعمهم ومساندتهم. اشنو تيديروا الصحافه المكتوبه بحال باغ اكزومبل الا كانت شي ما كيبقاوش ياخذوا الدعم ولا ما تيبقاوش ياخذوا لي بوبليسيتي الكبار اللي تيكونوا الى اخره. هادشي كنهضروا على الكوتي فينانسي، ما غاداش نتكلم عليه بزاف، غنتكلم فقط انهم كيلويو تيضيقوا لك تشوهوا السمعه ديالهم بحال اللي دايرين ليا دابا مع شوف تي في، ولا اللي دايرين العدد من الصحفيين ولا الناس اللي تيتكلموا ولا كيكتبوا بقلم حر، كيجيو كيشوهوا لهم السمعه ديالهم، كيبداو يقولوا جدك اغتصب خالتك ولا شي حاجه بحال هكا، ولا انت كتمشي دير الفساد ولا كتمشي، المهم كيبغيو يشوهوا لك السمعه ديالك قدام المغاربه، باش المغاربه ما يبقاوش دايرين فيك الثقه، وباش المغاربه يقولوا باي اكزومبل ايوا هذاك راه اغتصب هذه، ايوا هذه ربها جدها اغتصب خالتها، ايوا فهمتوا. كيبغيو يخسروا لكم السمعه ديالكم. وهذا الشيء وليت كنعيشو انا شحال هذيك تغير كنقراه على صحفيين، ولا كنقراه على اونتر بارونتيز مناضلين، ولا كنقراه على الناس اللي كيتكلموا فقط بصوت الحق. وليت ديرنييغمون تنعيشو تنشوف الكم الهائل من الجرائد اللي بعت الذمه ديالها رخيص من اجل المصالح الشخصيه ديالها، ولا من اجل مصالح الفلوس، ولا شي حاجه كيبيعوا الذمه ديالهم وكيبداو يشهروا بيا انا اللي ما بيني وبينهم والو. كيشهروا كنا بنتاقدوا الفكره بالفكره، كتمشيو تضربوا زعما راه غادي ناخذوها من شي بلاصه اللي غادي توجعها بحال عائلتها بحال باها بحال امها. هذا الشيء اللي كانوا كيديروا مع الصحفيين ديال شحال هادي وليت انا كنعيشو ديغنييغمون، ولا لدرجه انا ما بقيتش كنتسوق. كيجيو كيصيفطوا ليا ليليا دنيا فيلا ليش كاتبين عليك، اش كاتبين على الام ديالك، اش كاتبين على الاب ديالك، على الجد ديالك، الجد ديالك. سانسيرمون ما بقاش كيهمني داكشي، وعرفت الالاعيب الوسخه ديالهم. دونك اش كنكمل لكم المقال. وكشفت منظمه مراسلون بلا حدود اللي كاين المقر ديالها في باغي ان اساليب المخابرات المغربيه اللي رافعين بها دعوه ترتكز اساسا على الالصاق تهم بالصحفيين من قبل الاغتصاب والتحرش الجنسي تبييض الاموال، كما هو الحال عند المؤرخ والناشط الحقوقي المعارض المعطي منجيب. شو كيفاش قلت لكم كيلصقوا لهم يا اما التحرش تبييض الاموال ولا تحرش الجنس تبييض الاموال. وأشارت مراسلون بلا حدود إلى أن الصحفي المغربي المعطي منجيب تمت ملاحقته لمعاقبته عن تصريح صحفي أشار فيه إلى دور جهاز مراقبة التراب الوطني المخابرات الداخلية في قمع المعارضين وتدبير الشأن السياسي والإعلامي. وأكدت كذلك مراسلون بلا حدود أن المخابرات المغربية من ورائها النظام المغربي لطالما انتهجوا هذه الأساليب والإدعاءات ضد الصحفيين لتشويه سمعتهم والمس بك من كرامتهم ومصداقيتهم. سي اكزاكتومون شنو تنقول، كيبغيو يخسروا كيطيحوا لك كرامتك، ولا كيبغيو يطيحوا لك المصداقيه ديالك قدام الشعب المغربي ولا قدام لي زورغانيزم، حيت من بعد عارفين راسهم غادي يدخلوك الحبس. وكيجيو كيقولوا شوفوا هاد التقرير ديالو راه شحال هادي هو كيدير باغ اكزومبل اونتر بارونتيز هذيك التهمه اللي باغ اكزومبل كيدير بلانشيمون دارجون، ولا شوف شنو تيدير بحال اللي داروا مع المعطي منجب مسكين. دونك ونشرت منظمة مراسلون بلا حدود قائمة تضمنت بعض الحالات التي تعرضت لهذه الأساليب القادرة، عن سبيل المثال الصحفي عمر رادي 34 سنة، فبعد فشلهم في إلصاق تهم التعاون مع جهاز مخابرات خارجي ألصقوا به تهمة الاغتصاب. شي نهار غادي نقول لكم عمر الرادي اشنو دار، علاش دو شنو الجهاز ديال التجسس، وهنا غادي ندخلو في اللعب الكبير. وهما اللي بغاو هادشي هما اللي خصنا نعرف، عرف المغاربة شي نهار الا تم الزج به في السجن راه على قبل هادشي.